من وكلت به وبها منذ سنين، يا من جئتم على هذا البيت تجعل فيه الأسى والحزن والندم والتفريق والشتات والمحق والعذاب والتعطيل في كل شيء، أسلموا لله جل وعلا، أسلموا لله سبحانه وتعالى، والله إني أعظكم طاعة لله. وليعلم كل من أصر على الظلم أن الله جعل بين أيدينا سلاحا قويا هو كلامه، هو كلامه سبحانه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنه القرآن وفيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم سلاحا ونورا، فمن تمسك بها نجا ومن تمسك به ما نجا وأفلح ونجح. فهيا إلى الله، هيا إلى الله، هيا إلى الله. أقول نعاهد الله على البر والتقوى، نعاهد الله أن لا نكون عونا على الظلم والطغيان والعدوان، قول نعاهد الله أن نزداد برا وصلاحا وقربة منه وفلاحا، وأن لا نؤذي مسلم أو مسلمة، بل إن الله حرم عليكم أن تؤذوا حتى الكفرة وحتى الطير والحيوان، هذا هو الإسلام. لا نظلم ولا نظلم، ونقولها في دخول عند خروجنا كل يوم حينما نخرج من بيوتنا، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، وأعوذ بك من أن أزل أو أزل، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أجهل أو يجهل علي. ما أعظمه من دعاء لمن قاله واستشعره عند خروجه من بيته، جعله سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال عند خروجه من البيت. فتأمل رحمة الله وإياك فيه، وتأمل فيه لتعلم عظمة هذا الإسلام، لتعلم عظمة هذا الدين. أي نعم نكرر، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فيه كل شيء، فيه العدل كله، أي نعم والقسط كله والخير كله بفضل الله جل وعلا. هنيئا لمن وفق الله واستجاب الله له عند خروجه بهذا الدعاء، والله لقد فاز فوزا عظيما، وغنم أجرا كبيرا كثيرا، ونجا من شر وإثم. أي نعم هكذا يجب أن نكون، فاجعله شعارا لكم عند كل خروج. هيا إلى الله جل وعلا، هيا إلى الله، هيا إلى الله. يا معشر الجن، قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فإذا خرجتم فاقصدوا بذلك وجه الله جل وعلا، وتوجهوا إلى الله جل وعلا، فكلكم يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فتزودوا من الخير كله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لا تكونوا عونا للظالمين والآثمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. من منكم مكبل مسلسل مقيد مرهون محتبس، فإننا نساعده بإذن الله جل وعلا. نعلم هذا أن منكم من قيدته السحر بأسحار، وكبلته بأسحار، وحبسته بأسحار، ونعلم أن قد يكون معكم في البدن من هو أشد طغيانا وظلما، فيؤذيكم كذلك بأسحار، ويكرهكم على فعل الشر بأسحار، وجئناكم بإذن الله بالخير مرشدين أدلكم عليه بإذن الله. فلتكن فيكم همة، فلتكن فيكم إرادة، فلتكن لديكم عزيمة وإقبال على الله جل وعلا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، فقولوها في أنفسكم وفي قلوبكم، نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله، نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله. نعاهد الله ألا نظلم هذا البيت وهذه الأفراد، ولا نظلم أي بيت، ولا نظلم أي إنسان كيفما كان، أو جان أو طير أو حيوان. إلى الله جل وعلا لجأنا، وإلى الله قصرنا، فالحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب الأولين والآخرين،
قولوها لله جل وعلا وجل ثمار الخير وبشائر الخير وأنوار الخير في اليقظة والمنام، في اليقظة والمنام طاعة للمولى جل وعلا. ونواصل السير معكم بإذن الله الكريم، نواصل السير معكم بإذن الله الكريم. هنيئا لمن جاء مسلما مؤمنا مقبلا غير مدبر. ونرى منكم بإذن الله في الشمال من يستجيب من فضل الله عز وجل. نعم، قال الله وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لقد حباكم الله بالسمع وبالبصر وبالفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نواصل السير بإذن الله، وأسأل الله تعالى يطهركم من نجاسات المجاري ومن ظلمات المقابر والقبور، ومن كذلك من فك وإحكام الأقفال والسلاسل والعقد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فتعاونوا جميعا على ما يعود عليكم من نفع في الدنيا والآخرة، واعلموا أن الله معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عنه شيء من حالنا، ونرافقكم استجابة بفضل الله تعالى بقوة في الشق الشمال وفي القدم الشمال. فواصلوا فك العقد والسلاسل والأقفال والنجاسات والظلمة والسواد ابتغاء وجه الله الأعلى، ولسوف يعطيكم الله جل وعلا حتى تغمروا، إن الله تعالى وعد سبحانه جل في علاه، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالحمد لله، اللهم أعطنا عطاء واسعا عنك حتى نرضى، وارض عنا ربنا وزدنا ربنا، لا إله إلا أنت، صب علينا الخير صبا صبا إنسا وجنا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا إنسا وجنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إمتى غتسافر الحاجة؟ مانيش حاسين حنايا، بصح هو الحد. تيجلس جلس أخويا. عقلتي أختيك، شوفي حالتكم ما صعيباش، هي منظور الرقية والسحر كتسمى حالة قوية صعيبة. علاش؟ لأن أول شيء أنكم أنتم مراض منذ الطفولة. جلس أخويا، أنكم مراض منذ الصغر. الإشكال ما مشيتوش بخطى واضحة في العلاج، فهمتي ولا لا؟ هو اللي خلى هذا الشيء اللي فيك أنتي يتمرض. اش كيوقع عند بعض الجيل خصوصا يكون شياطين كبار وصحة قوي، فملي كيبقى يمشي عند بعض الرقات، انت 16 عام كتعالجي، فملي كيشوف ما كاينش واحد اليد قويه كيولي يتخبوا، كيبغيو شي حد يتكلموا، اولا ما كيلقاوش الطريقه المناسبه اللي غتساعدهم في الخروج. لان بعض المعالجين الا من رحم الله كيظن ان القوه هي العلاج او كثره القراءه هي العلاج، هذا نوع من العلاج. في حاله انت ملي كان انا درت في الاول واحد الرقيه باش نعرف النوع اللي عندك، بنيت على بعض الامور كانت وقعت لك عند الرقات، وبعض الامور زدتها بحال الاقفال ما قلتيهاش ليا. صح هكذاك الامراض نسيت انا جايك. فملي قلتي ليا مثلا السحر ديال النجاسات المجاري والسحر ديال القبور المنسيه، فهذا خديت واحد الصوره على نوع الحاله، ان هذا اسحار قويه، فهمتي؟ خاصة قلت هي أنها في ذيك الفترة سنين قبل 10 سنين وانت جاية 16 عام وانت جاية كانوا كيتكلموا. علاش في هاد العامين الآخر عند الرقات وقفوا؟ مع أنك كنتي كتأثري في هاد إما خصك تكون شوفيتي وخرجوا، وإما خصهم يتكلموا، صح؟ إذا عدم بقاؤهم في البدن وعدم التكلم نوع من الطغيان، نوع من التحدي، ونوع أنه كيقول للقوة التي غتحاربوا لست على شيء. فهمتيها ولا لا؟ مما جعله يعطيك حتى وساوس في الانتحار، والتعطيل بقي هو هو، ممكن حتى شي تحسن. انا ملي خديت ديك الامور خديتها فلا بد نزيد على شي امور اللي كنفهمها انها حتى هي قويه، منها الاقفال. فملي عملت الاقفال دار لي رجلك هكذا، شتي عملها هذيك، ما انا عرفت ماشي انت اللي درتيها. دونك هو كيعطيني ان راه فعلا ولكن راه معاه تحدي وقوه، يعني حتى انا راني ما نقدرش ندير معك شي حاجه، انا راني تانا عبد مطيع دي ناس صحراء عارفوا سحرهم كيف عملوا، فكان منيش نعمل نط ضغطت عليك واحد الضغطه، صح؟ هذيك الضغطه ما كانش عندي بها انا نعذبه، ولكن غير باش يفهم انني راني فاهمك انت كاين تكلم معايا، لان خاصني نخرج من الدائره ديال علاش عامين نتوما ساكتين. فملي غادي نخرجوا الكلام هرست واحد الشوط كان فيه فراغ ديال عامين، داك التحدي
حيدناه دابا فاش ندخل الجلسه يدخل معايا وانا فاهم هو فاهمني، فهمتي كيفاش؟ فملي ضغطت عليه شنو وقع؟ كنشوفو كيدمع، دونك انا كنحس ان ماشي انت كتبكي، انا راه كانه جني باغي لي عتقو وباغي لنقذو. بقي معايا كتركزي معايا، ها هادشي كله راه كنفهمو دابا في حوار نتوما ما فاهمينوش. كنشوف كيبكي، اه كيفاش يعني كيبكي؟ دونك هو باغي لي يساعدو. فانا قلت له هاد الضغط اللي غنضغط عليك راه ماشي عذاب، وانك غير باش تعرف كذا. تكلم يهودي؟ قال لي نعم. صح انت اللي كدير؟ قال نعم. سكت صافي فقسي صح. ولكن كنتكلم معاك الاخ تاعك بدا كيغوت، والغوت الصراخ اللي صرخ ما صرخوش اثناء الرقيه، ولكن صرخوا اثناء لما بدا اليهودي يتكلم، يعني شيء مشترك ماشي هو، كاين اخر ولكن عندهم اتصال بنفس السحر، منظومه واحده، عهد واحد، سحر واحد، فين ترمى هذا ترمى هذا، فهمت كيف؟ طيب انا خدتك الخيط مشيت عنده وقلت له نعرفكم كاينين، بدا الصوت كيتزاد، مجرد وضعت قدمي عليه هزني لحني صح بقوه ماشي هو، درجه هو يفيق يعني قال لك القوه ماشي ديالي، فهمت؟ فعاودت معاهم بمره اخرى قلت لهم نتكلم معاكم وانا بغيتكم غير الخير وكذا وكذا، وضعت القدم ديالي تحفيهم من السنين. علاش؟ عرفوني ديك الساعه ما جيش محارب، انا بغيت نساعدهم، يعني كاين واحد اللي قوى منهم كيدفعهم فما سمعوش منه، فهمت كيف؟ هذه مساله. ثم رجعت عندك انت كنتكلم معك، انا ملي رجعت عندك كنتكلم معك من هنا تكلمت معك قلت لك جلسي صح؟ قلت له شنو بغيتي عندها؟ ملي جيت ويقول لي يعني ملي كانت باقا صغيره تعطيل؟ اي نعم تعطيل وكذا. دونك انت هذا فيه استجابه باغي، لكن اش خصو؟ خاص اللي يساعده يمشي عند الرقاه تبقى يعطيه وكذا، ما غيوصل معاه والو، هو غيبقى مسكين كيتعذب وفي نفس الوقت ما لاقيش اللي وجهو يبين ليه، فهمت ولا لا؟ سو يبين ليه شنو هو الاسلام ويفك ليه العقد اللي فيه، لان السحر المجاني فعلا قوي والاقفال فعلا قوي والقبور المنسيه فعلا قوي، ماشي قوي انه مستحيل يتعالج. ها عندنا ناس منهم ناس دابا حاليا عندي موعد بعد الصلاه وكان عندهم اقفال وعدا كذا كذا كثير، حتى هما كنظن لا من الريف، فعندهم اقفال كثيره وتفكات وسلموا مليون، وجد دابا حاليا تقريبا من 3 ايام اللي غنبدا مع اليوم، وبالفعل تحسنت الامور كثير مع الزوج ومع الابناء ومع كذا، يعني كتلقى ان كاين الثمار. ولكن اش كتبغي؟ كتبغي الصبر، انها ماشي تقول غير كذاب كذاب، لا كتاخذ الامور تمشي معها فيها. انت الدليل 16 عام وانت واقفه، لو ان خدنا هذا البرنامج النظري كنقول لك واحد الفتره ديال اسبوعين تكون لقيتي النتيجه، شتا كيفاش؟ هذا هو الاشكال اللي عند بعض المعالجين، انت 16 عام وعاملين الاخرى ولا كيصافي ما كيهضرش كاع يتكلم معاهم، كيقول هذا معاه يبقى يخربق عليا وكيعذب فيا على والو، فهمت ولا لا؟ وحتى انت نفس الشيء، لما قربنا نساليو بدات القدم كترعى عندهم الموعظه، يعني كاين واحد النوع ديال الاستجابه، فهمت ولا لا؟ ولكن اخويا خاصكم واحد البرنامج ديال الوقت، لان يعني اصحار عندكم بالنجاتات، في المجاري، بالاكفان، في القبور المنسيه، بالاقفال، فهمت؟ هذه كلها مواد كتعطي سحر، ولما كنقول السحر الاسود بديتي كتحركي في البدايه، لما كنت نقول سحر اسود قوي كذا كنتي كتحركي، فدونك هاد الاشارات راه الامور واضحه، ولكن خصنا نعطيو برنامج باش تشافوا باذن الله، والا غتبقاو غاف هي مرت 16 عام بسرعه وما تعالجتوش، وهذا هو اللي كيوقع في كثير ديال المرضى للاسف الشديد، لان بعض المرات الراقي كيتعالج كيتعامل مع الحاله كانها جلسه وغتخرج بسلامه، ما كيتعاملش مع لا راه غتبدا معاه وخاصها توصل للشفاء كالطبيب، فهمتي ولا لا؟ هذا هو اللي كيوقع، انت كتمر سنه وسنتين وصلت 16 عام، خاصك تكوني مستعده وتحطي برنامج ونبداو فيه، حنا دابا شخصنا وعرفنا شنو كاين، والامور ما صعيباش، فهمتي؟ والكلام اللي عندك راه عندها لانكم مشترك، فهمتي ولا لا؟ وانت ملي كنجي تعطي الزواج تاثرتي كثر، فهذا كيعطيك الحاله ان الزواج عندك نفس السحر، حتى انت تاثرتي في الزواج، ولكن انت في الزواج كان تاثير اقوى، حتى انت تاثرتي. هنا كيعطيك سؤال اللي كيفهم علاش بالضبط في سحر تعطي الزواج مضاعف، مع ان نفس السحر ماشي غنقولوا انت كترك البهارات العطريه راه بحال بحال، ولكن لماذا؟ قد تكون عاشقه اصبحت تحب الجسد فتضاعف التعطيل لهوى في قلبها او شيطان،
فهمتي كيفاش؟ كتفهمني؟ اذا هذه كلها احتمالات كفهم غادي نوصل لها اثناء جلسه الرقيه. اذا خاص تحط واحد البرنامج وتفرغ للعلاج باش توصل للنتيجه. هذا فقط تشخيص باش مابقاش دايخ. هذا هو الفهم. فهمتني؟ المشكله هو الناس كيكونوا كيمشيو هكا كيرقيو الرقي ما فاهمش وهم ما فاهمينش كيبقاو غادي من واحد لواحد. لا حط برنامج ونفهم وديك الساعه نتوكل على الله. حتى مشيت للدار وعرفت ما عرفتش غنسمع شنو غادي ندير فهمتي باش ناكد على داك القفل خصو يتفك ديك السلسله تتهرس هذاك الجين خصو يهتدي خصو يسلم يثبت على الاسلام خصني نبدا نشوف الحياه ديالي والا تبقى هكذا هو معذب انت معذب فهمتي ولا لا؟ والدليل انهم اقوياء هما لوحوني وكيما تكلمت معاهم وقفت وما مسونيش شفتوا بعينيكم كلام واضح عدوا معقل اللي كيفهم كيفهم اما اللي بغى يتكلم لا ما كيفهموش لا غير كيكذبوا ولا كذا شي راه كاين على بعض النوع وكيمشي كل شيء فهمت ولا لا؟ راه كتلقى بعض المرات استغفر الله كافر وما كيكذبش تلقاه مسلم وكذاب 100% فهمت ولا لا؟ هذه مساله معروفه تلقاه كيصلي معاك 100 كذبه في النهار وكتلقاه ربما ما بعيد على الدين ولكن ما عندوش يحس بلا كذوب واحد جوج ثلاثه صح نفس الشيء فلهذا حطوا برامج باش تعالجوا نفوسكم هذا كنقول لكم ماشي باب الامانه حيت كون قال لكم هادشي شحال هذيك ما وصلش لهم ما تخش هاد السنين هذا هو الاشكال دين النصيحه كاين واحد جوج ثلاثه هو اللي واش نديروا شي والامر بعد الله سبحانه وتعالى هو الحد يروح الا كنتي غتروح واخا تنسق مع الاخوات وتشوف الوقت اللي يناسبك اللي تكون ما مشغولش فيه تكون مرتاح باش تجي تفرغ للعباده وتفرغ للعلاج ما عندك شي حاجه فهمتني وحنايا نتوما شحال عندكم ديال الوقت حنايا رانا قارعوا لك بحال حتى تعطينا لو فيفير كيما قال نتوما دابا هنايا انا حنايا مازلنا ما ديرناش طياره صافي نتكلم مع الاخوات يكون خير تجي حالك ساهل ان شاء الله يكمل لها لو 20 نعم قبل العيد قبل العيد صافي باذن الله مع الجزائر صافي باذن الله باقي خونا واحد اخر واحد تا هو نفس المشكل تا هو عاد التعطيل ثاني زوج طلق 9 شهور هذا هو الكلام اذا ندير لكم نفس الشيء نفس الشيء طلق بزاف صافي امور واضحه امور واضحه هذاك كثر عندنا التشتيت في الدار هو راه صافي كثر منهم هذاك شحال عندك ديال الاولاد ثلاثه زوج شاشه وهيك صافي اذا كلكم هذا هو اللي كاين يعني اللي صوب شي صوب لكم كامل صافي ما شنو نقول لك نبداو معاك انت كتبقي هنا باذن الله انت غتنسق معايا شوف الوقت اللي يناسبك رجع حتى 5 شهور 4 شهور قد امورك فهمتي ولا لا نقدر نساعدك هذاك البرنامج غتبع في الدار باش تجي مقاد هذوك الصوتيات اللي غتسمع ليهم الفيديو اللي غتمشي تشوفهم فهمتي ولا لا اما مساله العباده راه ما غاديش نوصيك عليها القران الصلاه كذا والاذكار ديالك وقبل ما تجيب واحد جوج اسابيع اتصل بيا باش نعاود نكونفيرميو المسائل قدوها ونتابعك ان شاء الله ديني مرو تاع الشيخ فهمتيني ان شاء الله صافي دوك وانت راه تبقي هنايا انا يفوت هاد يومين ونقول لك شنو غنعملو هي راهي مسجلتها لاربعة باسكو ما كانش رايحة تدخل مع خوها انا علاش دخلتها ايه لانه مشترك ايه فهمتي انا تاكدت دابا انه مش وحتى خوكم غيكون نفس الشيء اه هي عندها رونديفو لاربعة صافي خليها لاربعة شوف عنده ثاني الامراض هو ثاني ابن عم تسقسيني دابا شوف الامراض تعطي هذيك فوت ماشي منه ماشي منه الكحه هذيك الكحه بدالي ان ملي كيبغي يطلع على الجن كتسبق بصح نبدا ها دائما الا في اسانسور راه يكوح الا ماشي هو هذاك اللي فيه دونك هو ملي غادي يسلم وغيعترف غيخلعوا يقول لك هذا راه متوشي فهمتني اي صحاب فيه شي مرض خبيث لان ذاك الصوت غريب ايوا حنا فهمناه بصح لا تحيد ان شاء الله ان شاء الله لا تحيد باذن الله. كان يدوي مزيان كان دابا والو. والو. لاحظت ولا لاحظت واحد المساله كانوا بغا يتكلموا ما قدروش ملي كندوز يديك نقول حل العقده بداو بغا يتكلموا. انا حسيت به. فهمت. ماشي هما معقودين هنا وعاقدين اللي حتى هو. السحر ما غيفهموش الناس كيبان لهم انا هنا عندهم فن وهادو غيكون عندهم كبير ديالهم كيعطي الاوامر. وهي عطاوها للشبكه في العين زوج عندي توقف في شبكه العين
عندك متاك كبير الدارات، ولكن دايره عدسه حاليا حاليا ويحنقوها. شي خصك تقولي لي في الاول علاش باش ناكد لي سخر الله عز وجل طلع الخادم ديالو راه يصلح ما افسد. درناها في الورقه يصلح ما افسد، درناها في الشروط قبل. ولهذا لما قتلت شي ولد جمال باش يجاوبني سولته قادير غيرها وعندها الحق ما جاوبنيش. سولته شي ولد جمال ما جاوبنيش قادينها تجيف لانك شفتها اوتوماتيك ماهيش اوتوماتيك هما الى اخرها. فهمت واضح صافي الامور واضحه الحاجه. وسخطوا في السبيطار من تروح تخدم بس كان لها انفيرمية يخنقوها يخنقوها الى مريضة يديروا لها الماسك دير الماسك عندي بروبليم تاني غير في هادو زوج سنين وصباعاتها تاع كرعيها حاشا دائما دائما وغير هاد الزوج صور يوم وصيفطيهم تتمير الاخت فاطمة ثاني تاع كرعيها تاع رجليك تاع رجليك بحالهم صور صور هي ماهيش زايدة هكا بصح هما كاع واجو غنوريك حاشاك شي فهمت انا كيحسب لي قبيله ما طلع الجين هو عوج ومخيه ديما عوجين لا ديما عوجين ما زادتش شحال من عام هكذا زادت نورمال شويه الجمال اختي شويه الجمال هذا كل ما شويه الجمال هادو هما مساله سبحان الله العظيم هذا الشيء كله قيدي في ورقه باش تكون الجلسه تاعك يوم الاربعاء ناكدوا على هذا الشيء ان شاء الله مهم ناكدوا على هذا الشيء ان شاء الله فهمتي هذاك اليهودي راه فيه خير نبكى وكتكلم كذا كيف في الفرديه غتكون احسن حنا بغينا نشوفوا وجه الاتصال بيناتكم والاشتراك بيناتكم فحنا عرفنا دابا دابا انت اخويا انت مريض ومادام هو يهودي في الغالب غيكون سحر يهودي في الغالب فهمتي ولا لا فانا غنعطيك الرؤيه ديال اليهودي تسمع لها ديال الاقفال ديال القبور ديال التعطيل حتى ديال العاشقه هادو تبقى تصنت لهم وانت يوم الاربعاء غادي تجي وانت تحب معايا الوقت اللي يناسبك باذن الله صافي ان شاء الله سير الله يسخر لك بارك الله فيك هذا واش ماشي مشكل ربي يجازيك ماشي مشكل ربي يشد لك في الوالده وفي الوالدين امين اللهم امين اللهم امين اعطيه الاخت تعطيه لي ان شاء الله المره ديال التليفون تعطيك الاخت صحيت الشيخ سير الله يبارك فيكم الله يحفظكم اخويا السلام عليكم سير الله يسلمك ماشي مشكل امين الله يحفظكم ويعزكم